استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية أمس القاضي المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة الدستورية والقاضي أحمد حمد عبد الله الدوسري عضو المحكمة الدستورية، اللذين أديا القسم أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهما. وقد هنأهما حضرة صاحب الجلالة متمنيا لهما كل التوفيق والسداد، شاكرا جلالته تحملهما هذه المسؤولية والمشاركة لإخوانهما في السلطة القضائية، مؤكدا جلالته أن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز وأن البحرين رائدة في العديد من المجالات في المنطقة، معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها أعضاء المحكمة الدستورية ومنتسبوها، كما أدى عدد من قضاة محكمة التمييز والاستئناف العليا القسم أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مناصبهم، وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهام عملهم. وأكد جلالته أن القضاء البحريني تميز عبر تاريخه العريق باستقلاليته ونزاهته وترسيخه لمبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن المسيرة الوطنية ستواصل نجاحها بإذن الله بفضل تكاتف السلطات الثلاث وتعاونها للبناء على ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات لصالح الوطن والمواطن.